هذا الفيديو بس للشباب، اذا انت بنت اطلعي هلا. اوكي خلينا نبلش بالفيديو. اذا انت بتشرخوا كثير في هذا الفيديو لك، واذا انت بتكون لحالك بالبيت وبتفتح اللابتوب لحتى تتفرج على الافلام الجيجي جيجي لحتى كمان هذا الفيديو لك، او اذا انت مدمن على افلام الاباحيه، او انت مدمن على انه هذا الفيديو لك، لانه بهذا الفيديو اليوم بدي احكي لك ايش بصير معك لما انت بتوقف عن انه تشرخوا، او ما بعرف ايش بسموها، ايش بسموها زعي؟ تجيبه؟ ما بعرف. المهم خلينا نبلش بالفيديو. اول شغله بتصير معك لما انت بتوقف انه تشرخوا، واللي هي التستوستيرون عندك يا بطل الابطال بيكتر اكثر. ليش؟ لانه انت ما عم تستخدمه كثير. شوف، في كثير عالم بيقول لك انه عادي اذا انت جبته كل يوم، بس انا بقول لك يا اخوي هو شيء طبيعي انه ينجاب لحاله بعد فتره طويله وانت عم تحلم، بس هو مو طبيعي ابدا انه انت تسويه كل يوم. في كثير عالم بيسووه 10 مرات باليوم، في كثير عالم بيسووه 5 مرات باليوم، كل يوم بيجيبوه 5 مرات. عم تفهم ايش يعني؟ هذا الشيء اكبر من الادمان على المخدرات. فلما انت بتوقف تجيبه كل يوم فالتستوستيرون عندك بيعلى اكثر. ايش بصير معك؟ العضلات بيكبروا اسرع، المود بيتحسن عندك، وبتصير مالك مكتئب، بتصير انت متحفز طول الوقت، وبتصير رشيق. يعني الرشاقة بتصير مثل الكذب عندك، وعقلك رح يصير يشتغل أسرع، بس لأنه أنت وقفت الإباحية أو وقفت أنه تجيبه، فبصير معك هذا الموضوع. وأنت بتعرف يعني في كتير عالم يعني بيكبروا بالعمر فإنه بياخدوا التستوستيرون من برا مشان يكبروا العضلات، بس أنت عندك يا أوريدي هلا، إذا أنت عم تستخدمه مشغلات فاضية، فأنا بدي أزعم منك أنت فيك تستخدمه بالنادي لحتى تكبر عضلاتك، وأنت فيك تستخدم المني يلي انت عندك اياه لحتى انت توصل لاهدافك وطموحاتك. شوف، اذا انت بتوقف انه تجيبه، شوف شو بصير معك، بصير عندك كنترول اكثر على حياتك يا اخو. شوف، انا موجود هون مثل ما حكيت لك كل يوم، انا بدي اساعدك وانا حبك وحابب انه انت تكون ارجى شخصيه بالكواكب كلها، تلاقي اخوك كزاز موجود هون. ايش قصدي بانه بصير عندك كنترول على حياتك اكثر اذا انت ما بتجيبه؟ لانه لما انت بتكون عم بتجيبه 10 مرات للخمس مرات باليوم فانت ما عندك كنترول على حياتك. وشوف، انت عم بتجيبه كل يوم فهو يعني صار عندك هي العاده، مثل كانه انت عندك مخدرات، عم تتعاطى مخدرات، عم بتساوي، عم تدخل على الغرفه. شو عم بصير معك؟ عم تدخل على الغرفه، عم تفتح اللابتوب، بوم 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 بوم، اجى معك. لما بيجي معك عندك 5 ثواني بترتاح فيها، بعد ما يجي معك بتحس بترتخي، خلص بترتخي، ما بتصير بدك تقوم، ما بتصير بدك تساوي شيء. هذا هو مثله مثل الافكت يلي بيجيك من وراء المخدرات، فانت بتصير ليزي تعبان. بوم، لما اجاك شويه طاقه زياده، بوم رجعت عملتها مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه، وانت عندك هون كل يوم عم تعمل له. ايش عم بتساوي؟ انت عم بتجيبه اخوي. هذا الشيء انت عم بتساويه غلط. قل لي ليش؟ لا لا، قل لي ليش. لانه انت ما يكون عندك كنترول على حياتك. لما بتوقفها بتصير عندك كنترول اكثر على حياتك، بتصير بتركز على حياتك اكثر. الوقت يلي انت عم بتحطه بهاي الشغله بالذات، انت بتحطه بشيء تاني حتى يفيدك بالحياه ويساعدك اكثر. شو ما بقول لك توقفها بلمح البصر، اوكي؟ شوي شوي بدي احكي لك شلون توقفها بهذا الفيديو كمان، اوكي؟ روق واسترخي وركز. لما بتخضه كل يوم فانت ايديك ما بكونوا فاضيين، بكونوا مشغولين طول الوقت، وانت عم بتخض فيه لشو اسمه، عم بحكي معه شغل شباب. هي القناه بس بالشباب، موجود فيها شباب هلا حاليا. هذا الفيديو فقط للشباب، اوكي؟ فانا ما راح اخجل منك لما بدي احكي معك هذا الموضوع، لانه انا شخصيتي ما بتخجل من الشباب، يعني انت اخوي، انا بدي اساعدك، اوكي؟ فلما انت بتعمل لها الحركه هيك، اوكي؟ فانت ايدك ما بتكون فاضيه. خلينا نقول انه انت وقفتها لهي العاده يلي انت عم تساويها كل يوم، العاده السريه، فانت ايديك بكونوا فاضيين، فانت فيك تساوي شيء فيهم. مثل ايش؟ مثل انه تدخل على اللابتوب وتتعلم شيء جديد لحتى يطالعك مصاري، او تتعلم لغه، او تكتب كتابه، او اي شيء. فيك تساوي كذا شغله بايديك، فيك ترسم، فيك تساوي اكل، فيك تساوي كثير شغلات بدون الايدين. بس انت لما 10 مرات عم بتجيبه باليوم او 5 مرات عم بتجيبه باليوم، بتعرف شو بصير معك؟ ايديك بكونوا مشغولين طول الوقت، فانت ما رح تقدر تستخدمهم، مثل كانه انت ايديك مقطوعين. لما انت من الصبح لمساء عم تعمل هيك، عم تخضه، وين انت بدك تموت؟ انت ايش عم تسوي في حالك؟ هذا الشيء ابشع من المخدرات، هذا ابشع من المخدرات. لانه شوف، انت لبين ما تفتح اللابتوب بتتفرج على الفيلم يلي انت بدك اياه، وبتطول لما تساوي يعني راح نص ساعه منك، اوكي؟ لبين ما يجي معك نص ساعه زياد، نص ساعه بدك تاخذ راحه بيناتهم، انت راح حياتك خلصت. يعني انت ليش عايش؟ يعني انت مثل كانه ايديك مقطوعين، اوكي؟ يعني عم بتخيل معي انه رب العالمين عم بشوفك ايش عم تساوي،
يا عيب الشوم عليك مش عم تساوي. ما شوف انت اخوي انا بحبك، انا بهذا الفيديو بدي اعطيك النصائح اللي انت لازم تساويها لحتى توقف العاده السريه، زائد تعرف ايش بصير معك بعد ما توقف العاده السريه. هل بتعرف انه انت بصير عندك تحفيز اكثر انه تروح وتحكي مع بنت اذا انت ما بتجيبه لشو اسمه، يعني ما بتخضه؟ يعني ايه هذا المصطلح المسعى بتساوي هيك؟ هو اذا بيجي معك ما عندك نفس تروح تحكي مع البنت، اسرع الك لحتى تضلك في البيت وتشرخه، اسرع الك انت ما بدك تروح تتعرف على بنت وهي البنت تساويها حبيبتك وتساويها مرتك المستقبليه، بس انت ايش عم تساوي بالبيت؟ طا 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 طا. اخوي انت ايش عم تساوي بحياتك؟ انت عم تدمر حياتك، فانت ما عم بكون عندك تحفيز لحتى تروح تحكي مع بنت. في كثير شباب عم بيقولوا لي انه انا ما عم بقدر اروح احكي مع بنات بالشارع، ما عندي الجرأه لحتى اروح احكي معه. بتعرف ليش؟ لانه انت عم بتجيبه كثير، مبين على وشك انه انت عم بتجيبه كثير. عم بدخل على الانستغرام تبعكم وعم بشوف صوركم يلي انت عم تسالوني هدول الاسئله، مبين على وشك انه انت عم بتجيبه كثير، مبين من الحبوب اللي بوشك مثل الكذب، ومبين على عيونك انه انت عيونك حمر قد ما عم بتشوف الافلام. اخوي لايمت رح تضل بهالحاله؟ لايمت؟ لازم يكون عندك تحفيز تحكي مع بنات بأرض الواقع. أنا شوف أنا من سوريا ومن حلب، أنا عشت حياتي بحلب كنت أحكي مع بنات، ولما طلعت برا كمان عم بحكي مع بنات. أنا كده فوقت واحد قال لي إنه عيب وحرام ما بصير واحد يحكي مع بنات وكذا، بالنسبة لك أنا بالنسبة لي إنه نحن عايشين بحياة هي فيها حب، أوكي؟ نحن لازم نحب بعض، لازم أنت تحب وتشوف بنت تحبها وتتجوزها لأنه أنت بتحبها. نحن مانا بالعقليات القديمة، يعني عقل القديم إيش بقول لك؟ نحن لازم ما نحكي مع بنات، نبعت امنا لعند البنت ونتجوز قبل ما نتعرف عليها. هذا غلط. انا بالنسبه لي انا غلط. لا تطلع فيني تقول لي الدين ما بيحكي وبيحكي انا بالنسبه لي انا كانسان انا بعطيك خبرتي، انا فيك انت تسمعها داخله من هون طالعه من هون، بس انا بالنسبه لي انت لازم يكون عندك حبيبه. انا بالنسبه لي انت لازم يكون عندك حبيبه، اذا مالك متفضي هلا واذا ما بدك ما في مشكله، بس انت لازم تحب بنت قبل ما تتجوزها. لهيك انت لازم توقف الافلام الاباحيه، ولازم كمان توقف انه تجيبه كتير تخضه تجلخه مثل ما انت بدك، فهمني عم تستوعب علي، وتروح تتعرف على بنت مرتبه تساويها مرتك المستقبليه، وهداك الوقت بتساوي الشيء بدك تساويه. طلع اخوي انت عم تستوعب علي بتساويه وبالحلال. بتعرف اذا بصير عندك ادمان هذا الموضوع بتعرف شو بصير معك؟ بتصير انت خلص ما بدك تشوف بنات، ما بدك تروح تحكي مع بنت لانه انت عم تساوي هذا الموضوع بسرعه. اخوي انت روي ارتاح استرخي، فكر بالمستقبل، فكر باولادك، فكر اذا انت عندك ابنك هلا عم شوفك ايش عم تساوي، ما بده يبزق عليك. اخوي انت لازم تستوعب ببالك كل ما تدخل لحتى تجيبه تذكر انه في عندي ولد بالمستقبل رح ياخذني قدوه، اوكي؟ اذا انا سويت هذا الموضوع هل هو رح يضل ياخذني قدوه ولا لا؟ اكيد لا. تستوعب علي؟ فاذا وقفت نهائيا انه تجرخه فبصير عندك تحفيز اكثر انه تروح تحكي مع بنات. يعني اذا بتشوف بنت بالشارع بوم مباشره بتروح تحكي معها، بتقول لها مرحبا ايش الاخبار شكلك حلوه كثير، اعطيني رقمك نحكي كبابا بتقعد على وين؟ على الكوفي بتشرب قهوه معها بام 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 بتسلوا بتعرف عليها بتصير حبيبتك المستقبليه، اتجوزتها صار عندك اولاد دقيت له ازاز قلت له ازاز شكرا كثير صار عندي اولاد بسببك، تعال عندي وشوف ابني عباس، بروح اشوف ابنك عباس، عباس شكله بشبه شو اسمه لا عم بمزح عم تفهم علي. هل بتعرف انه بده يعطوك احترام اكثر؟ اوكي البنات بده يعطوك احترام اكثر اذا انت ما بتجيبه كثير. هذا بتقول لي شلون بتعرف؟ شلون بتعرف انه انا شلخته بالليل ولا لا؟ رح تعرف البنت لانه انت بتصير مالك واثق من حالك لما بتروح وبتحكي مع البنت، وهي البنت بتعرف انه انت شايفها كقطعه لحمه، وقت انت عم تحكي معها فانت عم بتطلع على صدره وعم بتطلع على فهداك الوقت ايش بتصير تفكر؟ بتقول انه هذا الشخص ماله واثق من حاله، وبتصير بتتأتأ بالحكي، اوكي؟ بتطلع عليك بتعمل لك هيك بتقلعك من حياتك. ليش؟ لانه انت مالك واثق من حالك وهن ما عم بيحترموك لانه انت عم بتجيبه كثير او عم تشلخه كثير. فلازم توقف الشلخ، اوكي؟ او توقف انه تجيبه كثير وتروح تحكي مع البنات كبنت، ما تحكي معها كقطعه لحمه. البنت لازم تحترمها، اوكي؟ وتقدرها كبنت. اي بنت انت عم تحكي معها بجوز هي على فكره بجوز هي رتبتها بالحياه اكثر من رتبتك، بجوز هي موصله لاماكن انت ما وصلت لها بحياتك، فانت ما لازم تطلع عليها كقطعه لحمه، انت لازم تطلع عليها كانسان. عم تستوعب علي؟ شو بصير معك لما انت بتشوف افلام اباحيه كثير؟ قد ما بتشوف بنات بالافلام الاباحيه لانه انت عيونك بالنسوان اكثر على اللابتوب، فبتشوفهم على ارض الواقع بتصير تتخيلوا انهم شايحين بالزلط
بتصير بتتخيل انه هي عم تساوي شغلات معك كذا، فانت بتصير يعني انت عم تعيش حلم وانت عيونك مفتوحه، يعني انت عم تحلم، انت عم تحلم بس لما عم تشوفك بهي الطريقه بتقلعك. بس بعد مع الايام بعد ما تكبر رح تصحى رح تقول لعمل ايش عملت بحالي، كل البنات ما احترموني لانه انا عم بساوي هذا الموضوع. بتستوعب علي؟ بتستوعب علي؟ شوف يا اخوي وصلنا لنهايه الفيديو، بدي احكي لك شيء من قلبي لقلبك. بحياتي عمرك شفت واحد على السوشيال ميديا عم بيحكي معك بهي الطريقه؟ لا. ليش؟ لانه انا بعتبرك انت كشخص قدامي، قدامي عم بحكي معك، وانا بحبك مثل ما انت، وانا برد لك كل الخير لو انا ماني شايفك قدامي، بس انا بعرف انه انت بتحبني وانا بحبك. شوف لما انت بتوقف هي العاده رح تصير تتوصل لاماكن كثير حلوه بحياتك، ورح تحقق انجازات كثير قويه، ورح يصير معك مصاري مثل كذا، بس لانه انت وقفت هي العاده الوسخه. شوف فيك تساويها بالاسبوع مره، اوكي؟ فيك تساويها بالاسبوعين مره لبين ما توقفها كليا، وبعد شهر بتساويها بالشهر مره، بعدين بتوقفها. بس قصه تساوي العاده السريه كل يوم 10 مرات او 5 مرات، انت عم تستوعب ايش قصدي؟ انت وين عم بتدمر حالك وظهرك عم بيوجعك وركبك عم بيوجعوك مثل الكذب. هذا بسبب ايش؟ هذا بسبب انه انت عم بتجيبه 10 مرات باليوم. فروق، ارتاح، ركز على حياتك وركز على مستقبلك، وقف هاي العاده الوسخه وبوم فجر العالم وفرجيني مين انت. بدي انا تبعت لي رساله على الانستغرام تقول لي عزاز شفت هذا الفيديو قبل بسنه ووقفته، وهلا انا بعد سنه انا وصلت لك كل شيء انا بدي اياه. بوم فجرنا الكواكب. انا بحبك وانت اخوي الاصلي، اذا عندك اي مشكله انت بتخصك الك حاليا كتبها تحت التعليقات، انا موجود هون لحتى اساعدك. وهي هون اليوتيوب الجديد تبع المايند سيت، بتمنى منك تروح تتابعه لانه عن جد فيديوهات قويه هنيك. وهي هون الانستغرام، الانستغرام ما راح اوصيك، روح شوفه، انستغرام فيه صور مرتبه، فيه ستوريات مرتبه الى اخره. والله بنهايه الفيديو بتمنى لك اليوم كثير 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 قوي، ولا تنسى انه انت اخوي الاصلي وانت سوبر